الرحيم ان شاء الله باذن الله موعدنا اليوم مع القافله رقم 30. دي السياره اللي بنأجرها ودي الكتب، مستنيين فريق العمل باذن الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. القافله رقم 30 في محطه الباص، باص ستيشن ان شاء الله. دي الكتب اللي معانا ان شاء الله هنوزعها باذن الله على ركاب ان شاء الله. جزاكم الله خيرا فريق العمل. اربع افراد النهارده، في افراد غايبين عندهم دراسه بقى معانا النهارده، احنا اربع افراد فقط في القافله ان شاء الله. Adik Amir dek, surat tafsir Quran dek. الناس قاعده بقى مستنيين يركبوا الباص بتاعهم، نبدا نوزع طوق. اتفادى صور الكثير من النساء طبعا. كنتم كان بص كده مثلا، ده واحد خد كتاب اهو بيقرا كده.